بقول لك هي كده بتطبع؟ ايوه نفس صوت بابور الحارت عندنا في البلد. حارت ايه بس؟ هتظبط. بسم الله. يا ولادي تعيبه ضغط ال 200 جنيه بالظبط. نفس المقاس يا جماعه. حلو قوي الكلام ده. ايوه وريني كده. اه يا جماعه بس في مشكله. ايه؟ العلامه المائيه بصوا مش ظاهره باين انها مزوره. بقول لكم ايه؟ انا اعرف برنامج ممكن ننزله من على النت هيطلع لك العلامه المائيه على الورق نشتغل منه. برافو. فين الدين؟ عليه النعمه لا ما يعرف انها مزوره. ده عامله زي ورق اللحمه. وبص بص بتطبق كيف؟ ايه ده؟ نعمة ربنا يا غبي انت عملت كام فلوس؟ لف كل بيه 50 منكم. 50؟ انت جاي تعملهم عليا يا جدعان. تعالى ركزوا. احنا عايزين ورق قريب من ده، ورق من نوع معين خشن. بصوا بصوا الورقة دي والورقة دي امسكي. سيبوا لي انا المأمورية دي، أنا هجيب لكم ورق شبه ورق العملة بالظبط، ما تشيلوش هم. طب شوفوا دوت. شوفوا ده. حلو ده، بس شفاف شوية. ما هو ده ورق شفاف. الورق ده خشن، احنا عايزين ورق ناعم. نعمة؟ يعني نعمة ورق عامل زي ورق التواليت. ايه اللي انت بتقوله دلوقتي ده يا خالد؟ التواليت ايه بس؟ عايزين نركز في شغلنا. ها؟ انتوا بتشتغلوا في ايه بالظبط؟ انت كده بره يا معلم، تعيش تاخد غيرها يا حبيب قلبي. ايه ده؟ لا يلعب يا حبيبي. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا جحير؟ بلم الغالي الاكسترا منك. لا يا حبيبي، لا هتقعد وهتلعب. ورب كفينا يا حبيبي. ما كفيتك يا جدع وخدت كل فلوسك. تحب بقى لعبك على هدومك؟ لا هتقعد وهتلعب وربنا اللي غلبك. انت كداب وصدرك واقع ولا هتضرب ولا هتليل. هتقعد وهتلعب. شيلك يا مرسي ده المضربك زي كل مره. انت تضرب. انت تضرب. انت تضرب. انت خلاص يا مرسي. اه وهضرب كمان. اهو خلاص يا مرسي. اموتك الفرع. ايه اموتك كل مره تعمل كده غلع انت. طب فين يا طلعه؟ النهارده نادي يا غيبابه. لا يا عم طلعت المواعيد دي ينفع كده؟ مستنيينك من بدري يا عم. اطمن بقى يخلص. كان يا مرة أحلى مساء معاك. صباحك فل يا عموه. مديني 200؟ ها مظبوط. وانت حسابك 80 لي يبقى ليك 120. صباح فل يابا. ها كلمني. ماشي يا عم. تعالى ما بننساه. تشكر. شفت يا معلم الواد طلعت ده بقى انه مسطول ولا ايه؟ بديله 200 جنيه راح مرجعها لي في البيت تاني. الصوت الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. دول 5 كيلو مشوي. هم دول ان شاء الله. اتفضل يا باشا. الف انا بيه. وباع علشان مين؟ دي جايبها منين دي ان شاء الله؟ جايبها منين ايه؟ جايبها منين؟ بنك مين؟ دي مضروبه يا معلم. مضروبه زي مين اللي ضربها؟ مضروبه كده على عينها. جايبها منين دي يالا؟ يا حماده. مش عارف مين يعني؟ انا راس سمير. انا راس سمير يا عم سمير. امسكه. لو سمحت انا اخدت نص كيلو عسل، ممكن اعرف حسابه كام؟ 20 جنيه يا فندم. اوكي اتفضل. مفيش فكه من حضرتك؟ لا الحقيقه معيش فكه. بس دي علامه انت مش موجوده. ممكن تمشيني بسرعه بس عشان مستعجله؟ العلامه مش موجوده يا فندم. ما هي بتاعتي. طب خلاص خلاص لقيت لك فكه اتفضل. ايه العلامه برضو مش موجوده؟ لا تمام موجوده. شكرا. العفو. يا دي يا تلموذ انت وهو بقى محدش عارف فيك ويصرف الورقه بتاعته. طب عملها طالعه. بس صرفتها كيف دي؟ عيب عليك. صرفتها لواد خاص بشؤون الكيف يعني. باقي فلوس. يا جماعه احنا عندنا مشكله حقيقيه. احنا لازم نصرف الفلوس دي باي طريقه. اصلا الفئه الكبيره اللي هي ال 100 و200 حتى لما بتكون حقيقيه الناس بتشك فيها. عشان كده لازم نقلل من الفئه الكبيره دي. بصوا يا جماعه انا جبت لكم فئه الخمسة جنيه. ايوه بس برضه هي نفس المشكله. هتصرفهم ازاي؟ اتقل يا ماجد. عندي حل بمليون و400 الف جنيه. لما انت قلتي خمسة جنيه هبقى في بالي ايه؟ نطبع خمسات كتيره. خمسات ونطلع بيها على الكباريهات. وهلا هلا هوب يا ابن الجنيه. صح الكلام ده.
هو الحل الكبريهات. صح تسلم دماغك طلع صح. الناس مساطيل ولا يعرفوا الخمسة جنيه الحقيقيه من الخمسة جنيه المزوره. بس احنا نطبع كميه، نطبع 10555 ورقه بخمسه، وننزل يوم الخميس ونعيش هلا هلا هلا. ايوه استنوا بس يا جماعه، ده كده احنا هنعوز شغل كتير قوي. كله بيخلص بالكمبيوتر ما تقلقش. حلاوه الكمبيوتر يا حلاوي، ربنا يخلينا للكمبيوتر. طيب يبقى قدر ما حصلش بقى ونتكل على الله. كرمنا يا رب يا رب. يا زين يلا دوس دوس. ايه رايك بقى يا نجمه؟ انا عملت لك الاوضه دي مخصوص علشانك، وحطيت لك فيها البوسترات، وادي عقد يا نجمه بسنه. هتقرا امضي بقى يا فنانه. من فضلك يا سوحي بيه، لازم اشيك عليه. استاذ احنا ما عندناش هنا عقود بتتقري، وبعدين انا والنجمه متفقين على كل حاجه. ايوه يا سطوحي، بس في نفس الوقت استاذ سامي ده المحامي بتاعي ولازم يراجع طبعا على العقد، ولو مش عاجبنا بنود فيه مش هنوقع عليه. لا اصبر انت كمان يا متر، احنا متفقين مع استاذ سطوحي على كل حاجه، وانت عارف طبعا العقود دي عباره عن شكليات، بس اهم حاجه عندي يا سطوحي الدعايه. نظام الكام صوره دي يا اخويا اللي انت حاططهم لي في الاوضه ما ينزلونيش. لا 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 لا، من الناحيه دي اطمني يا نجمه، شوارع مصر كلها هتبقى مليانه بوسترات ياسمينه ياسمينه ياسمينه. هات هات. اهو ده الكلام، هو ده الكلام البروفيشنال، ومن الليله دي نبدا الكلام. ايه الليله دي؟ انا مش جاهزه طبعا يا سطوحي. في ايه؟ لا يا نجمه احنا جينا الليله دي حتى لو نغني اغنيه واحده. ماشي يا سطوحي عشان خاطرك، بس ابعت لي حد بعربيتك على البيت يجيب لي فستان دلوقتي. اوكي. الليله دي عامل مفاجاه لكل البشوات، لكل البرنسات، لكل المعلمين، مفاجأة من العيار التقيل، عيار 24، عيار ذهب خالص خالص، معانا من الليلة وكل ليلة نجمة الإذاعة والتلفزيون، نجمة الفضائيات، ملكة جمال الكليبات، النجمة ياسمينة. يا بلدي انا قطك المره، يعني سطوحي اتبسط انك بتجيبي زباين وتدفعيهم دم قلبهم. صحيح هو مش ليكي نسبه من الجد ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اتفضل اطلع بره. انا لو اعرف انك هنا ما كنتش جيت من اساسه.
حلوه اللعبه دي، عجبتني. حوار عشان في الاخر تيجي تشتغلي مع الكلب ده. انا حره، واطلع بره بدل ما اجيب البادي جاردز بتوعي يطردوك. بادي جاردز؟ انت نسيتيني ولا ايه؟ انت ناسي انا مين بتكلمي ايه؟ فنسيتي الشخصيه؟ بطاريه، معلم البطاريه دلوقتي. قول لنا مين انا البلطجيه. الله يرحمه. انا مصدوم فيك قوي، مصدوم. مصدوم مش مصدوم، ده شيء ما يخصنيش. اللي بيني وبينك فلوس لازم اردها لك، وهي فلوسك. وبعد كده الورق اللي بيني وبينك لو عرفي هقطعها. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ هو ده تفكيرك؟ فلوس؟ انا كنت عايز اجيب لك الدنيا كلها. عندي استعداد اعمل اي حاجه، بس بكلم حد تاني، حد ما اعرفوش. انا همشي واخلي لك الفلوس. يا شباب معاكم قد ايه؟ معانا 10 روزة. يعني عايزين 5000 جنيه؟ حيلك بس يا عم رأفت. اللي واقف قدامك مش تلامذة، اللي واقف قدامك رجالة بجد ورجالة ولاد بلد. الكلام على 4800، ها؟ لا بتفهم. دقيقة واجيب لكم الفلوس. فين الرزق؟ المؤاخذة يا مت، سلم واستلم. احنا المؤاخذة يعني ما بنشتغلش في عزم بصل، دي الرزق فلوس. خلاص أنت بس. المؤاخذة يا مت، برضه احنا بنتكلم في فلوس، وتجارة الفلوس صعبة، واللي واقف قدامك زي ما انت شايفه اهو قفل بقاله سنين حمار. على العموم مش هتفرق كتير، دقيقة واجيب لكم الفلوس. ماشي يا عسل. طب ما تقلعش بقى، مالك يا رجالة؟ ربنا يستر. امسك نفسك كده. تمام زي الفل. احنا على نعم، انا ارتحت لك من ساعه ما شفت الجرافات ضميرتي دي. معاك تلاش. ماشي حبيب قلبي. سلام يا باشا. سلام. بس لما خفيف قوي لؤي. مين ده؟ انت اللي مين؟ انت ما تتكلمش خالص. بقولك مين ده؟ ايه زبون. نعم قدام على البيت، قدامي على البيت، بدل ما تربق الكبريده فوق راسك. سامعني ولا لا؟ طلعت حصلني. ادخلي يا واطيه. بالراحه. ايه لو مديت ايديك؟ ادخلي قدام، مش عايز اسمع منك ولا كلمه. ايه مالك؟ هو انت غريب عني؟ اول مره تعرفني يعني؟ البنت زوزو كلمتني قالت لي عدي عليها، عاوزاني في حاجه ضروري. ما انت ما بتردش على موبايلك الا بمزاجك. انت عمرك ما هتنضفي، هتفضلي طول عمرك كده شمال. هو انا مش خليتك تبطلي شغلانتك دي وتكفلتي بمصاريفك؟ عايزه مني ايه تاني؟ مصاريفي اه، انما مصاريف امي واخواتي انا اللي متكفله بيهم. يا بنت، يا بنت ده انت مراتي. عارفه يعني ايه مراتي؟ ولا انت نسيتي يا هانم؟ مراتك؟ اسم الله، عشان كتبت لك حتة ورقة عرفي. لو عاوزني بجد خدني المأذون دلوقتي. مأذون؟ مأذون يا الماما يا واطية رخيصة بتاعت الكباريهات. انت ما تستاهليش، انت حتة بنت تافهة ما تستاهليش اللي انا عايز اعمله معاكي. انت عاوز مني ايه؟ ما سيبني في حالي يا اخي، سيبني في حالي. انت فاكرني حتة بنت عيلة صغيرة هتضحك عليها بكلمتين ولا بقرشين؟ لا، ده انا طلع عين امي وانت نايم على ريش نعام. خسارة خسارة يا سوسو، كنت عايز اعمل منك بني ادمة، كنت عايز انضفك، كنت عايز اخرجك من الفقر اللي انت عايشة فيه ده. تعرف ايه انت عن الفقر اصلا؟ تعرف ايه يا بتاع بابي ومامي؟ تعرف ايه؟
بنزل كل يوم وشايله تمني على ايدي. تعرف ايه عن البهدله والذل؟ انت ما تعرفش حاجه، انت فاهم؟ ما تعرفش حاجه. خلاص يا سوسو، خلاص ما تزعلش. يا كريم يا رب. بصوا يا برنسات، الحاجة عندك ايه؟ وانا عايز فلوسي وقتي. ليه انت مش هتبات هنا ولا ايه؟ لا مش هينفع. اولا عندي زيارة عائلية كده، ثانيا نفسي ابات في البيت النهاردة. خلي التقسيم بكرة لما لؤي وماجد يبقوا موجودين، كلنا نبقى مع بعض يعني. لا يا حلو، ما ينفعش، ما ينفعش التقسيم يبقى بكرة، لان انا احب شغلي كله يبقى توتو على كبوت. وبعدين انا ما طلبتش حق حد، انا طلبت حقي. اعمل امور في ايه؟ قلنا بكره، بكره احسن، نبقى كلنا موجودين مع بعض، الدنيا طارت خلصنا. الله الله، بكره وكده وبتشوحيلي. بص يا حلوه، انا ما بخافش من التشويح. بقول لك ايه يا عم انت؟ شوف خمس الحاجه دي كام واديهمني. نفسي اروح لزينب، نفسي اروح مجبول الخاطر، عايز اروح متاخر لها برشين. بقول لك ايه يا دينا؟ مش ناقصين وش احنا، ياخد نصيبه ويمشي. ماجد شكله هيتاخر ولو ايه مش جوه. يبقى جوه. بس جايب لك ايه؟ ماركه دي حلوه قوي. انت بالله ماركه؟ ما بقدر يا عم طلعت. بصراحه دي بقى مش مواعيد زياره، لا مواعيد ناس مخطوبين ولا ناس متجوزين. ظروف يا عم طلبه، والكتاب اللي انا كان عندي شغل والمفروض كنت اتاخر فيه. بس قلت طالما وعدت زلت البنات اجي اطل عليكم. ربنا يخليك ليا يا طلعت. حبيبه قلبي يا زينه، امتى بقى يا رب؟ امتى ربنا يذلنا ونعيش انا وانت في بيت واحد ومعانا تربه بس في البيت اللي جنبينا؟ مش لما حالك يتعدل الاول يا ست طلعت، وانت فاكر الجواز كده بالسهل؟ اسمعني بس يا عم طلبه، انا عايزك في كلمتين بصراحه. الموضوع بتاع الشقه اللي اتنصب عليا فيه ده انا مش داخل دماغي اصلا. انا فهمت زينه على اللي فيها، هي ما قالتلكش ولا ايه؟ لا لسه ما قلتلوش، بس قلب المؤمن دليله. بص يا طلبة، انت بطل تلعب معانا لعبة القط والفار اللي انت شغال لنا فيها دي، وهنعتبر ان اللي فات ماضي وانتهى. ايه يا جدعان؟ انتوا مالكم بتتكلموا بألغاز كده ليه؟ ما تفهموني. الشقة موجودة يا طلبة، والفلوس اللي احنا خدناها منك على فلوس انا وطلبة موجودين ما راحوش. كل الحكاية بقى ان طلبة ربنا يخليه لنا، رجع لنا حقنا. بجد يا طلبة؟ بجد يا زينة؟ بجد. الحمد لله. انتوا ما تعرفوش يا جدعان، انا دمي كان بيغلي من نصبايه الشقه دي، بس بجد طلعت مجدع على طلبه. عموما اللي فات مات، الشقه دي بقى انا هعتبرها هديه جوازكم. بس قبل ما اديكم المفتاح ونبدا في توضيبها لازم نحط النقط على الحروف، وخصوصا معاك انت يا طلع. انا من ايدك دي لايدك دي يا عمو. كده بقى احضر لكم العشاء وانا قلبي مستريح. صدقوني بقى لو احنا الثلاثه حطينا ايدينا في ايدين بعض محدش هيقدر علينا ابدا. نفسي نفسي يا زينه ابقى امبراطور كبير، ويبقى عندي خدم ونادرجيه وصبيان، وابقى انا تاجر جمله لوحدي. انت برضه مصر ان انت تتعداني؟ عارف يا خالد، من يوم امي ما ماتت وانا خدت عهد على نفسي ان انا لازم اجيب فلوس باي طريقه. لما جت الفلوس مش حاسه بطعمها، مش مبسوطه. ايه في الدنيا ممكن يخلي الواحد مبسوط؟ تعرف لما العيال بياخدوني اروح اسكر في كباريه ونقعد نضحك، ببقى بضحك على نفسي. هنفضل كده لامتى؟ مكتوب علينا الهم لحد ما ناذن ربنا. احلى ايام حياتي بقضيها بعد ما ابويا مات، لما بروح لدار الايتام. العيال حلقة صعبة على الكافر فعلا، اللي يشوف بلاوي الناس. وانت ايه اللي وداك هناك اصلا؟ اقول لك بس ما تقولش لحد. مش هقول. اتبرع بفلوس. والله فيك الخير يا خالد. طب انا عايز اعمل زيك، ممكن توديني يعني خدني معاك نروح مع بعض احنا الاثنين؟ ممكن؟ تتكلمي بجد؟ اه طبعا بجد.
كل دي فلوس مضروبة؟ والله يا مستر سوتو هاي الفلوس دي اللي لقيتها في النقطة. ومين اللي نقب بيهم؟ الراجل الخليجي اللي كان قاعد ورا. وجاب الفلوس دي منين؟ أنا شاكك يا باشا في العيال اللي جت مع ياسمينة، لأنهم كانوا هنا برابطة المعلم وهم اللي ادوني الفلوس دي. والعيال دي مش امتى؟ سرسبوا ورا بعض يا باشا. وخدت منهم الفلوس ليه؟ يا باشا الفكة اللي عندنا خلصت، والنهارده بسم الله ما شاء الله الصالة كانت من الأعلاها، وياسمينة كانت من شعلناها، أول ما عرضوا عليها الفلوس خدتها منهم على طول. ما بصيتش ليه في الفلوس يا حمار قبل ما تاخدهم؟ يا باشا الفلوس كأنها لسه جاية من البنك يا باشا، ما شكتش فيهم. أنت متأكد؟ أيوه يا باشا متأكد. لقيتهم سودا هما واللي خلفوهم. عنتر! فين؟ في اول مكان قعدنا فيه لوحدينا، فاكره؟ بس انا قعد فيه لوحدي المره دي. كنت بتصل بيكي بس تليفونك كان مشغول. وانا كمان كنت بكلمك دلوقتي وتليفونك برضو كان مشغول. انا تعبان، تعبان قوي، محتاج اتكلم معاكي، محتاج اشوفك، عايز اطلع حاجات جوايا. انت فين؟ انت فين؟ وانا هجيلك فورا. انا جايلك. سلام. العب 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 اي لولو، العب 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 اي سوسو، لعيب حريف قوي. العب 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 انا لولو. دي مين دي بقى اللي بترن عليك؟ لا 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 لا، بس 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 بس، ده رقم غريب. طب اديني رد. لا يا حبيبتي تردي ايه، ده بيبقى اهلي بيكلموني ساعات من ارقام غريبه عشان ارد عليهم، بس انا بحلق. بحسب. تحسب ايه يا جميل؟ انت بتغلي عليا ولا ايه؟ الزهر كده. حبيب قلبي بقولك ايه يا سوسو، ما تكتبتي معايا النهارده؟ مش هينفع، لازم اخد الفلوس اللي انا خدتها منك اوديها للواد اخويا عشان يدفع مصاريف المدرسه ويجيب له كام بنطلون بدل اللي قرح على جتته. قرح؟ احيانا بتعجبني مخارج الفاظك. عشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. ما كانش قدامي غير اني اعمل كده، لكن فجأة حسيت ان انا لوحدي.
اول ما عرفنا بعض قلت لك ايه؟ قلت لك انا هفضل جنبك مش هسيبك هبقى حياتك. بعد كده قلت لك ما اقدرش اعيش من غيرك. قبلت كده ليه؟ حسيت ان انا حلمي تقيل عليك، خصوصا بعد اللي حصل في تسويق اللي خسرت فيه كل فلوسك. انا شيلت كل الناس هم. انا عارف ان انت عايز تساعدني وتقف جنبي، بس ظروفك مش مساعدك. انا عشان خاطرك هد الدنيا، اعمل اي حاجه. مش فاهم حاجه، انا بحبك، انا بحبك بجد بحبك. ما تسيبنيش يا بيك، ما تسيبنيش. امورنا يا ملك. العيال اللي كانوا مع المطربة اللي اسمها ياسمينة، هما فين دول؟ معرفش معرفش، هتعومني من تحت تعطي الارض. روحوا. حاضر يا كبير، يلا يا ابني. الو، ايوه يا مستر سطوحي، حوطي صوتي ليه؟ اهلي نايمين. لؤي، هو انا شعرفني. ايوه بس ده طفش من بيت اهله، ما عرفش مكانه. في حاجه يا جهاد؟ لا يما، دي زوزو بتطمن عليا اني وصلت. نامي انتي. الو الو، الشبكه بتقطع ولا ايه؟ يا مرحب بالرجاله، يا مرحب. ازيك يا معلم خشاب؟ كيفك يا معلم طلبه؟ الحمد لله. المطلوب موجود؟ موجود يا ولد عمي. فلوسك جاهزه؟ طب معلش نتاكد الاول. حقك، البضاعه تحت رجليك اهي. شايفين؟ اصلي طول عمر شغلك تمام يا معلم حشاد. ايه الاخبار؟ اخلص. امانة طالبة. سالم الشنطة يا سالم. فلوسك يا معلم حشاد، عدها براحتك. عد مين يا واد عمي؟ عد وراك ولا ايه؟ وانا اللي مؤاخذة يعني مخونك؟ خد يا واد. يلا شفيق شيل البضاعة. على وين يا طلبة؟ اقف مكانك وما تتحركش وما تزعلنيش منك، لحسن انا لما بزعل. الله 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 الله، تتعامل عليها تمثيلية يا معلم حشاد، بتعمل معانا دنيئة؟ اعملها مع امي. انا كبرت وكبرت في السن وطول عمري ولد ليل، وده ماتش اعتزالي. وماتش اعتزالك يجي على قفانا. ماشي يا معلم حشاد، هنتقابل هنتقابل، هنروح فين من بعض؟ سامحني يا واد عمي، رجالة كتفوهم وخدوا منهم المخدرات اللي حطوها في العربية. اقعد مكانك يا معلم، اقعد مكانك. شو عليك يا معلم؟ في السن ده والشيطان يوزك تنتحر؟ وانا وعاد الله صاحي منهم ايدي تاكلني احلى ضرب النار. كله مكانه، مكانك. قول له يا معلم، قول لهم يثبتوا، ينزلوا سلاحهم يا معلم. وعهد الله هدحرج لكم راس المعلم على الارض. مكانك يا ابني تهو. نزل الزفت ده، مش عايزين دم. خد منه سلاح يا شفيق. كده بتعمل معانا الدنيئة يا حشاد؟ ده انا هوريك الليل في عز الضوء. سامحني يا طلبة يا عمي. هات الحبل يالا. سامحني يا طلبة يا واد عمي، كانت وزن الشيطان والشيطان شاطر. بقول لك ايه؟ ايه رايك لو اصطلح ويا طلبة دخلك شر؟ الشر دخل خلاص. يلا يا طالع، يلا انا عايزك تكتفوا لي تكتيفة حلوة يا جماعة. يلا يلا يا شفيق يا جماعة. بس يا معلم حشاد يا جماعة. الهمة يا حبيبي، الهمة. خلاص خد يا ابني البضاعة، يلا على العربية. على العربية نص ساعة يا جماعة، نص على العربية نص ساعة. يا طالع ده احنا في بينا عيش وملح. يا طالع يلا يا مش هنروحوا نص ساعة بقى ايه؟ لو كده لا يدوسونا يا سالم. كده لو اي حد مشي اضربه بالنار. اركب يلا يلا بسرعة، هات النص مالي وتعالى ورانا يا سالم. ماشي يا طلبة.
راجل يا طلعت، طلعت معلم كبير واحنا مش واخدين بالنا يا عم. تلميذك معلمي. تلميذي يا عم، ده انت بقيت استاذ. مش عارف انت بس طلبة مقفر على طول كده ليه؟ ما اي حد مكانه كان عمل كده يا عم. ما تلم لسانك في بقك يا شفيق وتسكن، انت مالك ومال الكلام اللي بنتكلم فيه؟ بايخ. احنا بنتكلم عن الرجوله بس. ما قلتليش يا طلعت، انت عرفت ازاي ان احنا هنسلم الليله دي؟ دي المفاجأة اللي انا محضرها لك يا كبير. مفاجأة؟ مفاجأة ايه دي؟ ان شاء الله. الباشا كلمني. الباشا الكبير كلمك انت؟ كلمني، وكنت عندي انا وزينة وقعدنا تلت ساعات. وقال لك ايه الباشا؟ هتقول بقى يا عم وتخلص لي المطلوب مني ايه؟ هنشون البضاعة في المخزن المعلوم ونستنى تعليماته. ماشي يا معلم طلع. وماله؟ انت هتبقى جوز اختي برضه.